أهلا وسهلا بكم. اليوم سوف نتعلم كيف نربط هذه الكاميرا الواي فاي من دهوة مع الهاتف على تطبيق DMSS. هذه الكاميرا الرائعة تحدثنا عنها في فيديو سابق وذكرنا أهم المزايا فيها، وأهم ميزة هي الفول كالر، يعني التصوير الليلي بالألوان. سوف نتعلم كيف نربطها مع الهاتف. قبل أن نقوم بتشغيلها، أولا يجب أن نضع فيها الميموري كارد، شريحة الذاكرة، من أجل الحصول على التسجيلات. أولا نقوم بفتح هذا الغطاء، هنا لدينا مكان شريحة الذاكرة وهنا زر الريسيت. هنا سوف نقوم بوضع شريحة الذاكرة في المكان المخصص لها. شيء رائع في هذه الكاميرا أنها تأتي معها المحول الكهربائي الخاص بها 12 فولت. نقوم بتوصيل المحول الكهربائي. الآن سوف نقوم بربط الكاميرا مع الهاتف عن طريق تطبيق DMSS التابع لشركة دهوة. نقوم بالضغط هنا على علامة الزائد من أجل إضافة جهاز جديد. نضغط على علامة سكان. بالنسبة للكيو آر كود الخاص بالكاميرا موجود هنا. جيد، الآن أضغط Next، أختار نوع الكاميرا، الكاميرا وايرلس كاميرا، يعني كاميرا لاسلكية. Next، هنا سوف تقوم الكاميرا بإنشاء واي فاي خاص بها، يجب أن نتصل به. نضغط على Connect من أجل أن نتصل بهذا الواي فاي الذي يبدأ ب DAP لكي نستطيع الدخول إلى إعدادات الكاميرا. نضغط على هذه الرسالة. هنا يطلب مني إنشاء باسورد للكاميرا، اليوزر نيم أدمين. نقوم بإنشاء الباسورد. بعدما قمنا بإنشاء الباسورد الخاص بنا نضغط على Next، ثم نضغط على OK. الآن سوف نقوم بالدخول إلى الكاميرا عن طريق اليوزر نيم أدمين والباسورد الذي اخترناه. تقوم الآن الكاميرا بالبحث على شبكة الواي فاي الموجودة في المكان الذي فيه الكاميرا. سوف تقوم باختيار شبكة الواي فاي الخاصة بك طبعا. مثلا سوف أختار هذه شبكة الواي فاي، ثم نقوم بإدخال الباسورد الخاص بشبكة الواي فاي الخاصة بنا. بعدها نضغط على Next. الآن يقوم تطبيق DMSS بتمرير كل الإعدادات التي قمنا بها للكاميرا. جيد، successfully connected to the network. الآن نقوم بإعطاء اسم للكاميرا، مثلا front door. أوكي، جيد، ثم نضغط Next بعد التأكد أن إعدادات الوقت صحيحة. هنا إن أردنا التسجيلات بالصوت نقوم بتفعيل هذه الخاصية Audio Recording، ثم Next، Completed. كما تلاحظون الإخوة الآن الكاميرا اشتغلت. كما تلاحظون الإخوان فالكاميرا تشتغل بكفاءة عالية. هنا نجرب الصوت، تجربة الصوت كما تلاحظون الصوت جيد. إذا الإخوان أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، واتركوا لنا رأيكم في التعليقات. إلى اللقاء إخوان.